السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة لحدث كلنا نتابعه على مدى على الأقل اليومين الماضيين، حدث الحالة المناخية المدارية، العاصفة المدارية أشوبة. هذه الحالة التي بدأت رحلتها من 1400 كيلومتر إذا معلومتي دقيقة في بحر العرب، وكنا ننتظر وصولها حتى لامست المياه العمانية. هذه الحالة المدارية اللي بدأت باسم عاصفة، وفي خضم انتظار هذه العاصفة هناك من كان يتوقع أن ترقى إلى إعصار، لكن أعتقد الحالة ذاهبة إلى ما هو أفضل. هذا ما سوف نعرفه إن كانت عاصفة أو أقل من عاصفة، لكن في المجمل الحالة حالة أمطار نستبشر بها. الحقيقة أنا أدخل الاستوديو وأنا في الحالة النفسية، لا أريد أن أدخل في موضوع إدارة أزمة بقدر ما أدخل بحالة الاستبشار، بحالة فرح، حالة مطر. فالأمطار قادمة، بل ووصلت إلى بعض المناطق، يمكن في مسقط وبعض المحافظات لم نلمس شيء، لذلك محتاجين إلى غيوم، إلى حالة معينة لنعيش الجو كما يعيشه إخوة لنا في أماكن بعينها الآن، بالذات في جنوب الشرقية وفي الوسطى. هذه التفاصيل هي التي سنعرفها أكثر وأكثر إن شاء الله من خلال الوقت القادم. هذه التغطية تأتيكم على الهواء مباشرة التزاما من تلفزيون سلطنة عمان مع الجهات المعنية. الكثير من الجهات تعمل على هذا الموضوع لنتابع أولا بأول هذا الحدث، أحب أن أسميه الجميل، وإن كانت اللغة تحذيرية في الوقت الماضي، وكان التحذير رقم 5 هو آخر التحذيرات. اسمحوا لي أن أقرأ هذا التحذير اللي كان وقته 5 عصرا اليوم عن الحالة، وكان معنون باسم تحذير رقم 5 العاصفة المدارية أشوبة. نص هذا التحذير يقول: تشير آخر الرصدات وصور الأقمار الاصطناعية إلى استمرار مركز العاصفة المدارية أشوبة في بحر العرب، حيث يبعد مركز العاصفة حاليا 130 كيلومتر تقريبا عن سواحل محافظة جنوب الشرقية. وتبين آخر الرصدات تراجع سرعة الرياح السطحية حول المركز، حيث تتراوح عند 35 عقدة أي 65 كيلومتر في الساعة. ومن المحتمل تراجع تصنيف الحالة إلى منخفض عميق خلال الساعات القادمة. هذا ما سنتأكد منه إن شاء الله في تغطيتنا القادمة. واصل البيان أو التحذير: وتشير تحديثات خرائط الطقس إلى استمرار اقتراب مركز العاصفة المدارية نحو المنطقة الواقعة بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة، مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة مع هبات شديدة السرعة على محافظتي جنوب الشرقية والوسطى خلال 48 ساعة القادمة. في حين تمتد التأثيرات الغير مباشرة للحالة المدارية على محافظات شمال الشرقية، مسقط، الداخلية ومحافظة جنوب الباطنة وجبال الحجر الغربي بأمطار متفاوتة الغزارة. كما يستمر البحر هائج الموج إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 4 إلى 7 أمتار، بينما يكون البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع للموج 3 أمتار. وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم
المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة، وتدعو الجميع بمتابعة آخر المستجدات من مصدرها الرسمي، والله أعلم. المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، المديرية العامة للأرصاد الجوية. إذن هذه هي الحالة التي نعيشها في هذه اللحظات، وسنكون معكم إن شاء الله إلى حوالي 10 حيث موعد النشرة، وأكيد النشرة تحمل تفاصيل أخرى. الحقيقة يعني على الأقل منذ الأنواء المناخية في 2007، منذ الإعصار غونو، نضجت التجربة العمانية في التعامل مع الحالات الجوية، الحالات المدارية، نضجت أكثر في جميع المجالات المعنية بهكذا موضوع. يعني أتصور معظم القطاعات استوعبت الدرس إن صح أن نقول، وحتى المشاريع التنموية من شوارع، من جسور، من غيرها، ذهبت إلى توجه آخر تجنبا لأي كوارث طبيعية. بل الإنسان العماني لديه تجربة عميقة جدا وتجربة تاريخية في موضوع التعاطي مع الحالات المدارية والحالات المناخية. سنجد في الأثر العماني، سنجد في التاريخ العماني هناك أحداث كثيرة، بل سنجد أن هناك الكثير من العلماء العمانيين من وضعوا أسس للتعامل مع هذه الحالات. حتى أصبح الإنسان العادي في عمان يجيد التعامل مع بعض الحالات، وكانوا ينتظروا بعض الحالات ولها أسماء ولها نجوم، يقول لك هذا نجم الشلي مثلا وهكذا. عموما تقريرنا التالي يركز على التجربة العمانية في التعاطي مع هذا الموضوع، نتابعه سويا. مع تواتر الأخبار وتعدد السيناريوهات أضحى الأمر وشيكا، فمجمل الحديث الحالي لا يخلو من توقعات للأرصاد وخرائط طقس وصور لأقمار صناعية، والمحصلة هي أن الوجهة للعاصفة المدارية أشوبة أجزاء من أراضي السلطنة. هذه الأنواء المناخية تقابل بخبرة عمانية حكيمة منقطعة النظير، بدأت من الصيادين الذين تأهبوا بعدتهم وعتادهم لمواجهة أمواج البحر إن اضطروا لمواجهته، في حين هرع السكان في الأماكن المنخفضة مخلفين وراءهم مكانا ألفوه بحثا عن آخر أكثر أمانا لأسرهم. والله الحمد لله بعد التوجيهات من الأرصاد الجوية تم الاستعداد لمثل هذه الأجواء المناخية، خاصة بعد تعرض السلطنة لعدة حالات سابقة. بيانات تعددت وتحذيرات توالت، فتابع الجميع معا سير العاصفة والسحب الركامية والأمطار الرعدية. العيون والقلوب تهفو إلى الجنوب الشرقي من السلطنة صوب مصيرة ورأس الحد، إلا أن الاستعداد بدأ من هناك ليعم المناطق التي من المحتمل تأثرها. كثفت الجهود ورفعت الجاهزية، ولم تغفل أدق التفاصيل وأصغرها من التدابير الاحترازية. لجان وطنية، تغطيات إعلامية مستمرة، توفير سلع استهلاكية ومنتجات نفطية، تهيأوا وتأهبوا للأمر، فأجلت فعاليات وأنشطة وامتحانات للطلبة. أضف إلى هذا وذاك
لم يغفل إخلاء ذلك المستشفى والإعلان عن تلك الأماكن التي قد تحتضن البعض، وكان لزاما التأكد من فاعلية وجاهزية السدود، بل وتفريغها من المياه حتى تكون في أعلى جاهزية لها. هنا ضربت أروع المثل لمجتمع متكاتف، بدءا من متابعة الحدث ذاته إلى الاستعداد له ولتأثيراته. مع هذا وذاك ولا رد لأمر الله، تأتي العاصفة المدارية لتواجه بمخزون انتماء وطني مخلص وخبرة عمانية مكتسبة. إذن هذا جزء من التجربة العمانية في هذا المجال. سنتابع الحدث من مواقعه، من قلب الحدث كما يقال. سنذهب إلى الدقم، سنذهب إلى مصيرة، وسنذهب مع مراسلينا ومبعوثي التلفزيون في مختلف المواقع. من هناك سينقل لنا الحالة في هذه اللحظات، مثل ما ملاحظين معنا الإخوة مستعدين. وقبل ذلك نذهب لنأخذ أيضا التفاصيل اللي فعلا نحتاجها في هذه اللحظة من الهيئة العامة للطيران المدني، وهناك معنا الأستاذ خالد بن خميس الجهوري الذي سيمدنا بالمعلومات. جاهز أستاذ خالد؟ أستاذ خالد؟ ما أسمع لا. أستاذ خالد إحنا سامعينك، لما تسمعنا معنا الأستاذ خالد؟ أستاذ خالد سامعني؟ أستاذ خالد الجهوري؟ أستاذ خالد الجهوري تسمعني؟ عموما احنا راح نذهب بعد قليل، اتمنى انه يوصل الصوت. سامعني استاذ خالد؟ لا، مبين انه ما سامعنا. الحديث مع استاذ خالد الجهوري سيكون بعد لحظات حول اخر التطورات في هذه الحالة. ما الجديد من بعد الساعة الخامسة، من بعد التحذير رقم 5 اللي قرأناه قبل قليل؟ طبعا الحالة تتحرك، يعني هي إذا كنا نحكي في الساعة الخامسة عن 130 كيلومتر يفترض أن صار الموضوع أقرب. حالة الرياح هذه مسألة بإيد الله سبحانه وتعالى، وكل الأمر بإيد الله سبحانه وتعالى، ونذكر بالدعاء والاستغفار في مثل هذه الحالات، أكيد مسألة مهمة. فما هو الجديد؟ مثل ما ذكرنا أيضا أنه الحالة هي عاصفة مدارية حتى اللحظة على الأقل بالنسبة لنا. أنا من الظهر كنت أتابع استبعاد موضوع الإعصار، فما في داعي نحكي في إعصار وكأننا نتلذذ إذا ما صار إعصار ولا الحالة يعني ما مكتملة. خلونا على بال ما يوصل الصوت من الأستاذ خالد الجهوري نتابع هاللقطات للحالة في ولاية الدقم تحديدا.
نذهب إلى جزيرة مصيرة ونتعرف على الحالة هناك من خلال مبعوث التلفزيون إلى هناك محمد بن سعدون بيت سعيد. محمد مرحبا بك. مساء الخير أستاذ محمد وتحية طيبة لمشاهدي تلفزيون سلطنة عمان، متواصلون معكم من خلال الربط الحي المباشر من جزيرة مصيرة لنتعرف أكثر على الأجواء، على الاستعدادات، على الإجراءات اللازمة لهذه الأنواع المناخية. بصراحة أنا مستوقفني المشهد اللي وراك، يعني ليل مصيرة أصلاً ليلها جميل، فأتوقع أنه يزداد جمالاً مع حالات المطر ومع الغيوم. أصلاً صيف مصيرة غير، فأتوقع يعني أنك عايش في حالة في منتهى الروعة في هاللحظات، هكذا أتوقع، بس أنت انقل الحالة اللي عندك. فعلاً هي كذلك أستاذ محمد، أجواء نذكر المشاهدين، كنا على ربط في برامج الصباح في تمام 10 صباحا، شهدت الجزيرة هطول أمطار متفرقة بين الخفيفة والمتوسطة إلى الواحدة ظهرا، بعد ذلك كانت على فترات متفاوتة. قبل قليل فقط ازدادت شدة الرياح هنا في الجزيرة، وبالتالي أعتقد أنه الجزيرة بكل جمالها ومواطنيها المتواجدين هنا في الجزيرة مستعدين لهذه الأنواع المناخية. استعدادات شاهدناها وتواصلنا مع مجموعة من المسؤولين خلال تغطيتنا لليوم الثاني هنا من جزيرة مصيرة. بكل تأكيد أستاذ محمد، دائما أو بالأمس واليوم تحدثنا عن خطورة الاقتراب من البحر وأن يتوقفوا مرتادي البحر من الدخول إلى البحر. أنا ربما شاهدت مشهد اليوم أزعجني بأمانة كثير، لما كذا مجموعة من الشباب أخذوا قارب صغير وكانوا يحاولون الدخول إلى البحر، وبالتالي قوة الرياح تمنعهم من ذلك. إذن أحيانا الطبيعة تكون معك وهي دائما كذلك. حاولوا قدر الإمكان أن يصلوا إلى البحر ويدخلوا ويصلوا، لا أعلم إلى أين، ربما إلى مرفأ شنة بعد تم سحب العبارات مساء أمس من مرفأ مصيرة وتحويلها إلى الدقم. تحدثنا إلى البعض وقالوا بأن العبارات التجارية لا تسمن ولا تغني من جوع، إذن هي ليست وسيلة نقل في ظل هذه الأجواء وهذه الرياح المرتفعة. وإن كان يعني يبدو الوضع أنه هادئ، يعني أنا أرى حياة هادئة الآن، ومثل ما يشاهدها المشاهدون معنا بشكل عام، وأنت الآن أكيد نزلت للأسواق للمجتمع، لمست التفاصيل هناك، ما الذي لمسته كحياة اجتماعية؟ فعلا بكل تأكيد الشباب، ودائما نحن تعودنا هنا في السلطنة أن نكون يد واحدة في السراء والضراء، وقت الضرورة أكون مع أخي يدا بيد للوصول إلى المبتغى، هكذا هي الصورة في جزيرة مصيرة. بأمانة تلاحم كما تعودنا على الأهالي في جزيرة مصيرة. أنا لما تحدثت عن الشباب اللي أخذوا القارب، هم بكل تأكيد لا يمثلوا جميع شباب الولاية. قابلت واحد من الشباب بإذن الله راح يطلع معنا على الهواء، ثقافة بأمانة ثقافة رائعة في مثل هذه الأجواء، كيف ممكن يجهز نفسه، كيف يستعد لهذه الأجواء. وكما ذكرت بالأمس الاستعدادات جارية على قدم وساق، سواء كانت من الجهات المسؤولة والمعنية أو من الأهالي. مثال على ذلك وذكرت، وهذه تقريبا للمرة 10 تغليف النوافذ، هذه أيضا صورة أخرى من الاستعدادات والتجهيزات. بأمانة بشكل عام حالة اجتماعية، ودائما كما تعودنا للأهل في السلطنة
نكون يدا بيد إلى الأمام. يعني خاصة عندما نحكي على مصيرة، أتصور نحكي على أهل خبرة، أهل تجربة. إحنا نحكي أولا على جزيرة تحيطها المياه قبل كل شيء، ونحكي إن هم مروا بتجارب. أقرأ من كلامك أنك تريد أن تقول أنهم اليوم هم فعلا أصحاب خبرة وأصحاب تجربة، هم بيت خبرة لهذا الموضوع. فعلا هم كذلك. يقول واحد من الشباب كنت أتحدث معه، أقول له لو صار إخلاء كيف الترتيبات، كيف الاستعدادات؟ يقول نحن كأجدادنا وسنخطو على خطاهم كما عودونا. لما صارت أكثر من مرة أنواء مناخية في الجزيرة، ظلوا صامدين ووقفوا صفا واحد أمام كل شيء. بأمانة صور معبرة تماما. في أيضا واحد من الأطفال أمس قابلته، يقول لي، أقول له العاصفة جاية إلى مصيرة كيف جاهز؟ يقول لي أنا بمسكها بصدري. هذه أيضا صورة أخرى. جميل. يعني الأطفال، الشباب، الكبار، النساء، كبارا وصغارا، مستعدين تماما. هم بطبيعة الحال مستمتعين بهذه الأجواء الرائعة من الصباح، العوائل، رجل وأبناء في الطرقات يتجولون في هذه الجزيرة الجميلة. وأيضا رغم ذلك هم في الطرف الآخر مستعدين تماما. هذه الصورة الواضحة. نعم. بإذن الله أستاذ محمد نحن راح نجري مجموعة من المقابلات، نتحدث مع البلدية استعداداتها، نتحدث أيضا مع مواطن كيف تجهز، كيف سيكون جاهزا لهذه الأنواع المناخية. تمام، شكرا لك وشكرا لهدوء المكان ولهدوئك. شكرا جزيلا محمد، أحسنت. شكرا أستاذ. أحسنت. إذن هذا هو الوضع في جزيرة مصيرة، مبين ما الوضع، وضع هادئ جدا. ونشوف بعد لقطات أيضا من مصيرة.
ومن مصيرة نذهب إلى الدقم، نذهب إلى محافظة الوسطى، إلى ولاية الدقم. هناك مراسلنا محمود بن سهيل تبوك، ورح نعرف أيضا محمود هو في أي موقع بالضبط من الدقم. الدقم كبيرة. محمود تسمعني؟ محمود اسمعك. طيب محمود، ربما في بعض التأخير في الوقت بيني وبينك، لذلك أنا راح أطرح سؤال عام. يعني تحدد لنا موقعك بالضبط من الدقم الآن، والحالة التي تعيشها في هاللحظة، والمتوقع في الساعات القادمة إن شاء الله. في البداية الأجواء ما زالت مستقرة، كانت في مساء اليوم عصر اليوم طبعا ابتدت الرياح تزيد السرعة، ومن ثم خفت الرياح. الآن معدل سرعة الرياح في انخفاض، حتى ربما الغيوم تلاشت بعض الشيء. حتى الآن لم تصل الأمطار إلى هنا إلى ولاية الدقم. كنا العصر في رأس مدركة، شهدنا بعض ارتفاع الأمواج هناك عندما تتلاطم الأمواج مع الصخور هناك في رأس مدركة، وكنا كان من المتوقع أن تكون هناك أمطار في رأس مدركة، لكن لم تشهد رأس مدركة حتى هذه اللحظات أي أمطار إلى هذه اللحظة. بالنسبة وعدنا أيضا مجددا هنا في ولاية الدقم. بالنسبة للحركة الطبيعية والحياة اليومية بالنسبة للمجتمع والمقيمين هنا أيضا في هذه الولاية، الحياة تسير بشكل طبيعي جدا، وأيضا بالنسبة للاحتياطات والتجهيزات والاستعدادات من قبل الجهات الحكومية والممثلين عن الشركات التي توجد هنا في مشاريع وفي ولاية الدقم، الكل في أتم الجاهزية ومستعدين. وحتى بالنسبة أيضا للمواطنين الذين يتابعون أول بأول حركة الإرصاد والبيانات التي تصدر دائما من المركز الإرصاد الجوي. بالنسبة أيضا للتجهيزات والاجتماعات التي منذ الصباح الباكر، الاجتماعات التي كانت هناك في مكتب والي الدقم، كان الكل في استعداد تام من مختلف الجهات الحكومية. ماذا عن المنطقة الاقتصادية، الميناء، حركة الملاحة؟ نعرف مدى حساسية موقع كهذا في حالات كهذه، وإن كان كلامك مطمئن جدا حتى الآن. الحمد لله، نحن نتأمل دائما أن تكون هذه الأمطار أمطار خير وبركة تعم البلاد. وبالنسبة للمشاريع والحركة، حركة الملاحة هناك في الدقم وأيضا في الحوض الجاف، التقينا اليوم بمدير السلامة والبيئة هناك في شركة عمان للحوض الجاف. وطبعا هم دائما في كل الأوضاع، إن كانت وجود أنواء مناخية أو غير ذلك، هم دائما في أتم الاستعداد. بالنسبة فهي تسير بشكل طبيعي جدا هناك في ذاك. حتى بالنسبة للعاملين هناك في هذه الشركات، هناك مختلف الشركات والهيئة العامة الاقتصادية هنا بالدقم، أيضا الكل الحركة تسير مثل ما هي كانت في الأيام الماضية. طبعا حركة الملاحة شاهدنا اليوم السفن كثيرة موجودة هناك في الحوض الجاف، والعاملين طبعا هم في عمل ومتواصلين، وكأن الأنواء المناخية لم تغير أي حتى من فترات العمل التي كانت هي متعودين عليها في الأيام الماضية. ماذا أعد محمود للمجتمع، للناس، في حالة ما لو تصاعدت الحالة وأصبحوا بحاجة إلى أي مراكز إيواء، أي احتياجات من غذاء، من ماء، من غيره؟ ما الذي أعد أصلا، وإن شاء الله ما يحتاجوها، لكن ما الذي تم إعداده من قبل الجهات المعنية؟ إن شاء الله.
اليوم في صباح اليوم حضرنا الاجتماع هناك في مكتب سعادة الوالي والي الدقم. تحدثوا طبعا، كان الاجتماع من ممثلي القطاع العام والقطاع الخاص الهيئة العامة للدفاع المدني، أيضا كانت هناك في أتم الاستعداد. وبالنسبة للاستعداد التام طبعا من أماكن الإيواء، هناك مدرستين هنا بالنسبة لأماكن الإيواء، وحتى ممثلي الفنادق بالنسبة للفنادق الموجودة هنا في ولاية الدقم، الكل أبدأ استعداده أنه راح يفتح كل أبواب الفندق للحاجة المواطنين إن احتاجوها في أي لحظة، إن شاء الله ما يحتاجوها بإذن الله تعالى، وتكون أمطار خير وبركة. وبالنسبة أيضا للجهات التي هي طبعا ساهرة وهنا تراقب والحالة الجوية وهذه الأنواء المناخية التي تمر بها السلطنة، الكل يتابع لحظة بلحظة ومتواصلون مع الجميع في أي حاجة. حتى الأرقام ربما بعد نهاية الاجتماع، كان هناك محضر اجتماع ووجدت فيه الأرقام المناوبة وحتى الاستعدادات لأي اتصالات. أيضا المطار، بالنسبة لمطار الدقم هناك أيضا مطارين، طبعا هنا في مطار الدقم ومطار جعلوني، الكل حتى بالنسبة للإسعاف الطائر بالنسبة للشرطة تحدثوا إذا وجدت حالات ربما طارئة في حاجة لمثل إسعاف الطائر، هناك راح يتواجد في مطار الجعلوني. وإن كانت الأنواع المناخية راح تؤثر على مطار الدقم، أيضا مطار جعلوني هو جاهز بالنسبة للإسعاف الطائر. هكذا كان الحوار والنقاش في اجتماع اليوم هناك في مكتب سعادة الوالي. تمام، شكرا لك محمود، وقد نعود إليك مرة أخرى، يعطيك العافية. إذن شفنا وضع المصيرة ووضع الدقم في هذه اللحظات، وإن شاء الله تمر يعني بهذا الهدوء حتى النهاية، وإن كنا ننتظر معها شوية مطر يعني. طبعا بعض المناطق شهدت أمطار مثل ما عرفنا، وبعضها لم تشهد وإنما شهدت أجواء لطيفة. حتى هنا في مسقط اليوم الجو يعني جميل نسبيا، ومن يومين تقريبا احنا نحس ان الجو ما هو الجو اللي قبل أسبوع، ومتفائلين برمضان إن شاء الله. أحيانا نخاف إنه رمضان صيف وساعات طويلة، لكن إن شاء الله هذه إحدى بركات شهر رمضان المبارك. سنذهب إذن الآن إلى الهيئة العامة للطيران المدني، ومن هناك الأستاذ خالد بن خميس الجهوري، أرجو أن يكون التواصل معه واضح هالمرة. أستاذ خالد تسمعني؟ أستاذ خالد، احنا محتاجين الى نعم اخي محمد، مساء الخير، الصوت ضعيف عندي. نعم طيب، بحاول اعلي اذا كان او يعلو لك الصوت من هناك. عموما استاذ خالد، نحن في اي مرحله الان من الحاله المداريه بالضبط؟ وهل تم اعتماد الحاله الآن كمنخفض مداري عميق، أم لا زالت في تصنيف الإعصار في التصنيف العاصفة المدارية؟ نعم أخي محمد، مساء الخير بداية، ومساء الخير لجميع المشاهدين. مثل ما ورد في التحذير الخامس الذي أصدرته الهيئة عصر اليوم، انخفضت سرعة الرياح السطحية حول المركز إلى 35 عقدة. المؤشرات لا تزال مستمرة بضعف العاصمة المدارية تدريجيا لدى اقترابها من سواحل السلطنة. محتمل تراجع تصنيف العاصفة المدارية إلى منخفض مداري عميق خلال الساعات القليلة القادمة. المركز حاليا يبعد حوالي 130 كيلومتر لا يزال من سواحل السلطنة. أود فقط التوضيح بأن تراجع تصنيف الحالة المدارية لا يعني الاستهانة بها، لا تزال توقعات الأمطار الغزيرة مستمرة خلال 48 ساعة القادمة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى. مثل ما تشاهدون من خلال الصور الجوية،
استمر تدفق كتل السحب الركامية على محافظات جنوب الشرقية وكذلك الوسطى خلال الساعات القليلة الماضية، أدت إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة سالت على أثرها الأودية والشعاب في بعض الولايات. نعم. طيب أستاذ خالد، يعني لو نوضح أكثر حتى ما نغرق في هذه المصطلحات، يعني عشان نفهمها بشكل أبسط، هل الحالة هي نفس الحالة وتختلف الحدة فقط؟ يعني دائما عندما نرى إعصار أو عندما نرى منخفض أو عندما نرى حالة كهذه أيضا، الشكل الذي نراه على الأقل عندما يصمم هذا هكذا إلكترونيا نرى تقريبا نفس الشكل، هل الفرق هو في مستوى الحدة فقط أم هناك اختلاف جوهري داخل الحالة نفسها؟ نعم أخي محمد، الصوت منخفض عندي ولكن سأحاول الإجابة على تساؤلك. الحالات المدارية تصنف حسب سرعة الرياح السطحية حول المركز، هناك أربع تقسيمات رئيسية. منخفض مداري تتراوح سرعة الرياح السطحية فيه ما بين 17 إلى 27 عقدة. المنخفض المداري العميق تتراوح سرعة الرياح السطحية فيه ما بين 28 إلى 33 عقدة. إذا وصل سرعة الرياح السطحية إلى 34 عقدة تصنف الحالة المدارية كعاصفة مدارية. إذا استمر تطور الحالة المدارية وصل سرعة الرياح السطحية حول المركز إلى 64 عقدة تصنف الحالة المدارية كإعصار مداري. حاليا مثل ما أشرنا في التحذير الأخير انخفضت سرعة الرياح السطحية حول المركز إلى 35 عقدة، مرشحة للانخفاض أكثر وأكثر خلال الساعات القادمة، وبالتالي محتمل خلال الساعات القليلة القادمة أن يتم كما ذكرت أن يتراجع تصنيف الحالة المدارية إلى منخفض مداري عميق. طبعا التأثيرات تعتمد حسب التصنيف، كلما ارتفعنا في تصنيف الحالة المدارية كلما زادت حدة الحالة. حاليا كما ذكرت الحالة مرشحة إلى التراجع إلى مستوى منخفض مداري عميق، وكما ذكرت سابقا لا ينبغي الاستهانة حتى وان تراجعت تصنيف الحالة المدارية لمنخفض مداري عميق. توقعات الأمطار الغزيرة لا تزال مستمرة خلال 48 ساعة القادمة. خلال الساعة الماضية كما ذكرت استمر تدفق كتل السحب الركامية على محافظات جنوب على محافظة جنوب الشرقية، حيث شهدت العديد من الولايات هطول أمطار متفاوتة الغزارة أدت إلى جريان الأودية والشعاب. أبرز قراءات الأمطار خلال الساعات الماضية، سجلنا هطول حوالي 38 ملم في رأس الحد، أيضا في مصيرة سجلت هطول 18 ملم من الأمطار. يعني هل معنى ذلك بيننا وبين التصنيف الآخر درجة واحدة فقط لما تحكي على 34 عقدة وإحنا الآن في 35 عقدة، وهل هذه مسألة قابلة للتذبذب يعني بين أنها تدخل في هذا الرقم وهذا الرقم، وهنا سنسميها منخفض وهنا سنسميها عاصفة وهكذا؟ يعني أنا أستثمر وجودك في شيء من تثقيفنا في هذا الموضوع حتى نعيه بشكل أفضل. يعني هل قابلة لهذا التذبذب المسألة؟ نعم نعم أخي محمد، بالضبط مثل ما تفضلت يفصلنا تقريبا عقدتين تراجع تصنيف الحالة المدارية لمنخفض مداري عميق. حاليا سرعة الرياح السطحية حسب ما ورد في التحذير الأخير 35 عقدة، إذا انخفضت سرعة الرياح السطحية إلى 33 عقدة راح ينخفض تصنيف الحالة المدارية لمنخفض مداري عميق، والمؤشرات حقيقة لا تزال مستمرة بالضعف التدريجي للحالة المدارية لدى اقترابها من السواحل. الظروف الجوية غير مهيئة لتطور الحالة المدارية، لدينا درجات حرارة سطح البحر أبرد نسبيا بالقرب من سواحل السلطنة، وبالتالي الحالة وحتى واضح أيضا من خلال الصور الجوية الحالة تتجه إلى الضعف التدريجي. لكن كما ذكرت حتى وإن تراجع تصنيف الحالة المدارية لا ينبغي الاستهانة بأيضا توقعات الأمطار
الغزيرة التي تشير إليها نماذج التنبؤات العادية خلال 48 ساعة القادمة. بالنسبة للتوقعات مثل ما فصلناه في التحذير الأخير، طبعا التوقعات تنقسم إلى جزئين، توقعات بتأثيرات مباشرة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى، وأيضا هناك توقعات بتأثيرات غير مباشرة على محافظات مسقط، الداخلية، جنوب الباطنة، وكذلك شمال الشرقية وجبال الحجر. طيب، هل الحالة يعني إذا كان من الساعة الخامسة على الأقل حتى الآن تحكوا على 130 كيلومتر البعد، أولا هل لهذه الحالة عين كما يقال عين الإعصار، وهنا أيضا لهذا الموضوع عين، هل نحن ننتظر وصول عين العاصفة إلى اليابسة؟ عندما تحكي على سرعة مثلا 65 كيلومتر في الساعة، هل هذا معناه الدوران حول نفسه؟ نحن نحتاج إلى سرعتين لنعرفهم، سرعة الحالة حول نفسها وسرعة اقترابها من اليابسة، هذه تعنينا أكثر كحالة انتظار للحالة المدارية. نعم أخي محمد، مثل ما يبدو من خلال الصور الجوية واضح جدا الحالة تتجه إلى الضعف التدريجي. لا توجد عين حاليا حسب ما تشير إليه صور الأقمار الصناعية. كما ذكرت كل المؤشرات لا تزال مستمرة بالضعف التدريجي للحالة لدى اقترابها من اليابسة. أخي محمد، لا داعي للقلق المبالغ فيه كما ذكرنا وأشرنا سابقا. نعم هناك توقعات أمطار غزيرة، نعم هناك توقعات بجريان الأودية، ولكن لا داعي للقلق المبالغ فيه متى ما التزمنا بإجراءات وإرشادات السلامة المعتادة. في مثل هذه الحالات المدارس ستكون الأمور على ما يرام. كما ذكرت نلتزم بابتعاد عن الأماكن المنخفضة، عدم المجازفة بعبور الأودية. أيضا نذكر أن البحر هائج الموج على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب. نكرر التنبيه بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة. بالنسبة لبقية المحافظات طبعا تشملها توقعات الأمطار ولكن كتأثيرات غير مباشرة. هناك توقعات أمطار متوسطة إلى غزيرة ولكن بدرجة أقل من حيث غزارة الأمطار مقارنة بمحافظتي الوسطى ومحافظة جنوب الشرقية. كما ذكرنا التأثيرات المباشرة تتركز توقعات الأمطار خلال 48 ساعة القادمة تتركز على محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وحسب ما تشير إليه نماذج التنبؤات العددية ليوم غد يبدو أن الأمطار ستكون أكثر غزارة خلال يوم الغد مقارنة بكميات الأمطار اللي هطلت اليوم. بشكل عام كملخص الحالة تتجه إلى الضعف التدريجي كما ذكرنا، محتمل تراجع تصنيف الحالة المدارية إلى منخفض مدار عميق خلال الساعات القادمة، وقد أيضا تتراجع أكثر من ذلك إلى مستوى منخفض مداري لدى اقترابها من اليابسة. كما ذكرت لا داعي للقلق المبالغ فيه ولا نهون من الحالة، ولكن في نفس الوقت لا داعي للتهويل. هناك توقعات أمطار غزيرة مثل ما أشرت، وهناك توقعات بجريان الأودية، ولكن متى ما التزمنا بإرشادات السلامة المعتادة في مثل هذه الحالات الجوية كما ذكرت ستكون الأمور على ما يرام. لا داعي للقلق المبالغ فيه. تمام، أنا شخصيا لست قلقا بل متفائل. هل هناك بيان أو تحذير رقم 6؟ نعم أخي محمد، إحنا نعمل وفق خطة خاصة لإدارة الحالات المدارية. هذه الخطة للتوضيح فقط تقتضي إصدار إنذار قبل 48 ساعة من بدء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية، قبل 24 ساعة من بداية التأثيرات المباشرة للحالة المدارية يصدر تحذير ويجدد مرة كل 6 ساعات. وبالتالي هنا بصدد إعداد التحذير رقم 6 سيصدر خلال الساعات القادمة. وكما ذكرت المؤشرات لا تزال مستمرة بالضعف التدريجي للحالة المدارية، محتمل انخفاض تصنيفها إلى منخفض مداري عميق خلال الساعات القادمة،
ولدى اقترابها من اليابسة أكثر وأكثر. متوقع أيضا أن ينخفض تصنيف الحالة المدارية إلى منخفض مداري. نتمنى إن شاء الله أن يقتصر تأثير الحالة على هطول أمطار الخير على ربوع عماننا الحبيبة. آمين يا رب. أستاذ خالد بن خميس الجهوري شكرا لك، وقد نعود إليك في أي لحظة. أحسنت. هذه هي الحالة، هذه آخر التحديثات لدى الهيئة العامة للطيران المدني. نقترب من أذان العشاء، تقبل الله منا ومنكم. نجدد الترحيب بكم أعزائي المشاهدين، ولازلنا في هذه التغطية المباشرة للعاصفة المدارية التي نتابعها سويا. ومثل ما لاحظنا أنه وارد أن تصبح منخفض، ولكن دائما الكلام دقيق من المختصين يؤكدوا أنه موضوع أن ينزل المستوى من عاصفة إلى منخفض ليس معنى هذا أن نستهين بالحالة وأيضا لا نهولها، لكن أكيد يعني يظل بصراحة أنا أخجل من حكاية كل شوية نقول للناس أخذ الحيطة والحذر. يعني يفترض تجاوزنا هالمسألة وصرنا فعلا كلنا نعي هالمسألة وما محتاجين حد يذكرنا فيها، لكن تظل المسؤولية الأدبية على الأقل أن الجهات تذكر ضرورة أخذ الحيطة والحذر. وأبرز أشكال الحيطة والحذر في عمان هي الأودية، يعني يمكن 90% من الحالة هي الأودية. فقط لا تدخل في الأودية ولاحقين على الأودية الحقيقة، مهما تبلغ الأمطار كثيرة أم قليلة لما تخلص وتهدأ بإمكاننا نروح ونستمتع بالأودية، خاصة بعضها تظل أيام. خلنا نشوف شيء من اللقطات من ولاية صور تحديدا، نشوف سوا.
هذه متابعاتنا أول بأول للحالة المدارية، العاصفة المدارية أشوبة، والمرشحة، وأذكر المرشحة لأن تنخفض إلى منخفض جوي مداري عميق، لكن هذا الكلام حتى الآن ليس مؤكدا مثل ما تابعنا، لم نعطى تأكيد في هذا الموضوع. وفي النهاية المسألة ما كثير فارقة، يعني مثل ما أيضا ذكر الأستاذ خالد، يعني بيننا وبين الموضوع شرطتين، عقدتين بحريتين. خلنا نتابع أيضا شيء من التغريدات التي تفضل بها بعض المتابعين، نشوفها سوا. مثل ما نعرف أنه الولايات المرشحة أكثر بالتأثير المباشر هي ولايات محافظة جنوب الشرقية. من هذه الولايات ولاية جعلان بني بوحسن، ومعانا والي الولاية سعادة الشيخ عوض بن عبد الله المنذري. شيخ عوض سمعنا؟ نعم معكم أستاذ محمد، مساك الله بالخير. أسعد الله مساكم كل خير. يا مرحبا وسهلا. يعني تعطينا فكرة سعادتك عن الوضع بشكل عام في ولاية جعلان بني بوحسن. الحالة يعني ما عليه، اعمل مراسل معنا شوية ووصف لنا الحالة اللي موجودة الآن، لكن بشكل عام أنا سؤالي حول الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات المعنية الحكومية بالدرجة الأولى في الولاية هناك لديكم. على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا ولاية جعلان بني بحسن كسائر ولايات محافظة جنوب الشرقية بدأنا الاستعدادات مبكرة من يوم أمس والحمد لله، وكانت بشكل جيد. طبعا في المرحلة الأولى تم استدعاء مدراء المصالح الحكومية بما فيها التربية والتعليم والكهرباء والمياه والبلدية، وطبعا ضابط مركز الشرطة في جعلان بني بوحسن، وأيضا شاركنا هذا الاجتماع عددا من أيضا مسؤولي القطاع الخاص، وأيضا أشركنا
في هذا الجانب شباب الولاية المتطوعين، والحمد لله كانت هناك مبادرة طيبة منهم. طبعا تم وضع خطة عمل، يعني استراتيجية العمل في استقبال هذه الحالة التي تمر بها المحافظة، وتم طبعا توزيع هذا العمل على شكل لجان في الولاية، لأن الولاية مترامية الأطراف ويعني تحظى ببعض القرى والمناطق البعيدة، فقسم هذا العمل على هذا المستويات ولكل في مجال اختصاصه، والحمد لله كانت الأمور طيبة، ولازلنا حتى الآن نحن موجودين بغرفة العمليات في مكتب والي إعلام بني بوحسن. وطبعا بعد توزيع هذا العمل يعني كل يعني اللجنة فهمت ما تقوم به وتستعد استعدادا كاملا في أي حالة تستدعي أن يكون التحرك يكون موجود وبشكل يعني مباشر، وإن شاء الله نتمنى أن الأخوة هذا لا يقوموا بواجباتهم تجاه يعني كل ما يطلب منهم بإذن الله تعالى. نعم سعادتك، بالنسبة للولاية سمعنا أن هناك بعض الأودية نزلت، ما مدى تأثير هذا الموضوع على الحركة العامة في الولاية؟ نعم، هو بالنسبة للأودية الكبيرة لا زالت الولاية يعني ستستقبل إن شاء الله في هذه الليلة، لأنه روافد وادي مقيشية ووادي البطحة تأتي من الجبال المتاخمة لمحافظة شمال الشرقية، وخاصة من وادي بني خالد، ثم الجبال الموجودة أيضا في ولاية الكامل والوافي، وهذا الوادي طبعا من أشهر وأكبر الأودية في المحافظة، يمر بعدد من الولايات ويقسم ولاية إعلام بني بحسن إلى قسمين. فنتمنى إن شاء الله يعني إحنا لازلنا طبعا مراقبين الوضع، وإذا كان هناك في أي انقطاع الترتيبات موجودة والإجراءات موجودة، سواء أيضا الأخوة في وزارة الصحة أو في مستشفى إعلام بني بحسن طبعا وزعوا الكادر الطبي على يعني مركزين، أولا في الجهة الغربية طبعا يقع مستشفى إعلام بني بحسن الجديد الذي تم افتتاحه قريبا، وأيضا هناك المستشفى القديم الذي هو بمثابة مركز صحي، وتم توزيع يعني الكوادر الطبية في هذه المنطقتين، لأن الوادي يقسم الولاية إلى قسمين، ونتمنى إن شاء الله أن يكون يعني يوفقوا في أعمالهم. إذا كانت هناك يعني الحالة تستدعي أن يكون أو المواطنين يطلبوا منا أن يكون يعني إذا في أي أضرار أو في أي أمراض لا سمح الله يعني في خلال هذا اليومين يعني تستدعي أن هذه المستشفيات يستقبلنه بكل. هل تم وضع شواخص أو لوحات تحذيرية على هذه الأودية على الأقل خاصة بالنسبة لهذا اليوم؟ يعني احنا نعرف معظم الناس تذهب إلى ولاياتها، وحد وصل وحد ربما في الطريق، حتى يعني يتفادوا مفاجآت الطريق، هل هناك ما ينبههم على هكذا حالة؟ بالتأكيد هذا من صميم عمل اللجنة الأخ محمد، وحقيقة يعني أثمن جهود مركز شرطة إعلام بني بوحسن وأيضا بلدية إعلام بني بوحسن على وضع اللوائح، وتم الاطلاع عليها وتم يعني تجهيزها في على مداخل هذه الأودية، وإن شاء الله يعني نتأمل أن يكون المواطنين على انتباه كامل من خلال مرورهم في يعني هذه المسالك اللي هي تقع عليها هذه الأودية. نعم، استوقفني شيخ عوض يعني موضوع أنه ضمن اللجان شباب متطوعين، وهذا أصلا ما نأمل في مثل هذه الحالات، يعني لإعطاء النموذج، ما هي الأدوار التي أوكلت لهؤلاء الشباب، وحتى نتجنب في بعض الحالات يتطوع بعض الشباب من نفسهم لكن لا يعملوا ضمن مظلة متكاملة مع الجهات الأخرى، ويقول لك أنا متطوع وبالأجر واخدم مجتمعي، لكن أتصور أنه لازم يشتغل ضمن
منظومة متكاملة في مثل هالحالة؟ على كل حال احنا طبعا الشباب الذين شاركونا هم فعلا انهم متطوعين، ولكن انضموا الى مظلة هذه اللجنة وحضروا عندنا الاجتماع في يوم امس، واليوم كان الاجتماعين، والحمد لله هؤلاء الشباب يعني امتثلوا لجميع التعليمات اللي هي اصدرتها اللجنة، ووزعناهم على مختلف الاعمال كلا طبعا في مجال اختصاصه بالنسبة إلى المؤسسات الحكومية الموجودة في الولاية، وأيضا رسمنا خطة عمل معهم، وكانت الأدوار موزعة لأنه مثل ما أسلفت الولاية مترامية الأطراف، ولا بد من مشاركة هؤلاء الشباب، وأخص بالذات الأخوة مدراء المدارس وأيضا مجلس إدارة نادي جعلان، حقيقة مشاركاتهم ملموسة، وايضا بعض الشباب اللي هم طبعا غير منتميين الى يعني مؤسسه خاصه. نعم. فاحنا يعني موجود عندنا قاعده بيانات بالنسبه للشباب اللي يشاركونا في مختلف اللجان وليس فقط في هذه الحاله. والحمد لله يعني نجد مبادرات منهم طيبه، وهم بذاتهم ايضا ارادوا ان يعملوا في هذا الحقل. ويعني لان الولايه مرت بتجارب في الأنواع المناخية السابقة، والحمد لله هؤلاء الشباب أثبتوا وجودهم حقيقة في جعلان بني بحر. نعم. وكانت لهم أدوار طيبة ومجهودات يشكروا عليها. تمام. سعادة الشيخ عوض بن عبد الله المنذري والي جعلان بني بوحسن، أشكرك جزيل الشكر، يعطيكم ألف صحة وعافية، وإن شاء الله تقضوا أيضا أوقات ممتعة مع الأمطار القادمة. شكرا جزيلا. شكرا لكم الأخ محمد على هذه المجهودات الطيبة، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق ولبلدنا العزيز إن شاء الله. أحسنت. آمين. أحسنت. آمين. سنذهب إلى قريات هالمرة مع مراسلنا إبراهيم بن سالم الهادي، و أيضا قريات مثل ما نعرف يمكن تستقبل الحالة قبل مسقط، وإن كانت قريات ضمن ولايات مسقط. ماذا عن الحالة هناك؟ التفاصيل لدى إبراهيم. إبراهيم الهادي، مساء الخير، تسمعني؟ مساء النور. نعم أسمعك محمد. مساء النور ومساء الأجواء الجميلة للمشاهدين الكرام. طبعا هنا الأجواء جدا رائعة في ولاية قريات، سحب كثيفة تتفرق في أحيان وتتحد في أحيان كثيرة. الأمطار إلى الآن لا توجد، إلا بعض الأمطار نزلت في وقت الظهر في بعض المناطق في ولاية قريات، وبعد المغرب أيضا أمطار خفيفة على المزارع. الرياح طبعا أيضا هواء عليل في الحقيقة، رياح ربما نسبية أكثر من الهواء العليل. نعم. يعني هل تلمست وضع الناس هناك؟ ماذا أعدوا لحالة كهذه، خاصة أن قريات أيضا لها تجربة مع موضوع أكبر من هذا الحقيقة، يعني ماذا نتج عن هذه التجربة لدى المجتمع في قريات؟ نعم، في الحقيقة محمد هو تجربتان، يعني تجربة في إعصار دونو وتجربة أيضا في إعصار بي، والتجارب هذه ولدت خبرة في الحقيقة لدى الأهالي هنا في ولاية قريات. طبعا أنا تحديدا الآن في مكتب سعادة الشيخ يحيى الحراقي والي قريات، وأيضا معي عدد من أعضاء الفريق الذي تم تأسيسه بهذا الخصوص. طبعا هنا استعداد في الحقيقة، اطلعت على جدول الاستعداد والاستعداد شامل، يعني سواء على المستوى البحري أو البري. هناك في قطاع الثروة السمكية أعدت قوارب إنقاذ عددها 2، وأيضا هناك أيضا يكون وظيفتها أيضا للتنبيه للصيادين بعدم ركوب البحر. أيضا ارتفعت الأمواج هنا لهذا اليوم إلى 4 أمتار. هناك أيضا استعداد من قبل شرطة عمان السلطانية في نشر الكثير من الوحدات في القرى المختلفة هنا في قريات. أيضا قطاع الكهرباء أيضا وفر مولدات كهربائية احتياطية أيضا سواء للمراكز الصحية أو للمستشفى أو المجمع الصحي أو للمؤسسات الحكومية كالبلدية وغيرها. طبعا في قطاع المياه أيضا هناك يعني قطاع تشغيل لمدة 24 ساعة أيضا يتم توفير مضخات إضافية في حال لا قدر الله
يعني تأثرت الولاية بشكل أكبر من الأمطار أمطار الخير. طبعا هناك أيضا قطاعات مختلفة محمد، الاستعداد طبعا يعني بشكل في الحقيقة ممتاز جدا، سواء هو تأهب في الحقيقة احتياطي، وهنا المواطنين لديهم يعني أيضا شعور بالفرحة بهذه الأمطار. طبعا هناك أيضا ربما ستكون لوضعية سد وادي ضيقة، هناك أيضا احترازيات يعني موجودة أيضا، هذه الاستعدادات لأن يكون على اعتبار أيضا ولاية قريات ربما تتأثر من الأودية التي تأتيها من شمال الشرقية كالطائين، من هناك أيضا عدة أودية تصب هنا في ولاية قريات، وعلى اعتبار أيضا ولاية قريات قريبة جدا من جنوب الشرقية، وعلى اعتبار أن أيضا هي ولاية على ضفاف السواحل. نعم. بالنسبة للسد يعني هل جاري تفريغه مثلا لاستيعاب القادم، أو ما هي الحالة بالضبط؟ هو الحالة إلى الآن يعني لم تتخذ أي إجراءات يعني في موضوع السد حسب ما سألت قبل قليل، ولكن في الحقيقة لم تكن لدي الإجابة التحديدية لهذا الموضوع. سألتهم عن الكثير من الأشياء للقطاعات للاستعدادات، أما موضوع السد لا، لكن نحن لدينا تصوير هنا منذ الظهر أيضا لسد وادي ضيقة، وسيبث هناك إن شاء الله في نشرات الأخبار. ولكن الوضع بشكل عام محمد الوضع مطمن، والوضع أيضا يعني أجواء جميلة رائعة هنا تشهدها ولاية قريات. نعم، شكرا لك إبراهيم يعني على هذه الإطلالة، شكرا جزيلا. هذا هو الوضع في ولاية قريات، وعموما مراسلينا زملائنا موجودين في أكثر من موقع مثل ما لاحظتوا معنا في معظم الولايات المرشحة لأن تستقبل هذه الحالة. هؤلاء زملائنا مثل ما ملاحظين معنا في الشاشات، وأيضا يعني في المركز الرئيسي للمعلومات الذي يعني يمدنا بآخر مستجدات الحالة في الهيئة العامة للطيران المدني. كل هذه المواقع فيها جاهزية كاملة. يعني احنا اليوم نمر، خل نفترض ما صار شيء وتلاشت الحالة نهائيا، على الأقل عقدت تجربة عملية في مختلف هذه المواقع، تم التعامل مع الحالة بامتياز إن شاء الله، هذا ما نأمله. نتمنى فعلا أن نخرج من هذه الحالة بدون أي بلاغات مؤسفة، بدون أي حوادث. يعني ونأكد مرة أخرى، يمكن من ساعة أنا فقط قلت أخذ الحيطة والحذر هي فقط في الأودية، هي ليست فقط في الأودية طبعا، أكيد البحر موضوع مهم، لكن أهل البحر هم أدرى من أي ناس بحالة البحر، يمكن حتى لو ما حد خبرهم عن البيانات والتحذيرات هم يعرفوا كيف يتعاملوا معه. يبقى في البيوت اللي ممكن تستقبل الأمطار في أي مناطق في أي ولايات، يأخذوا بالهم فقط من مصادر الكهرباء، هذه جدا مهمة. كم يحدث أن نهمل هنا وهناك ونعمل التوصيلات شرق وغرب في البيت ثم ننساها، ننسى أنها هي ملامسة للأرض وممكن تكون ملامسة لأي مياه قد تدخل للبيت. نروح وين؟ نروح راس الحد. معنا يعقوب بن يوسف البلوشي في راس الحد. أخي يعقوب، هلا فيك أستاذ محمد، حياك الله، مساءك سعيد، هلا فيك. احكي لنا عن الوضع في رأس الحد، هذه النقطة التي تشرق عليها الشمس يعني كل صباح، يعني أول نقطة تشرق عليها الشمس في الوطن العربي. نعم أستاذ محمد، أول جزء تشرق عليه الشمس في الوطن العربي وهي الحد الفاصل بين
بحر عمان وبحر العرب. تطورات الجوية الحالة هنا في رأس الحد متواصلة ونتابعها منذ الصباح، أمطار لا تتوقف تستمر ثم تنقطع وهي بشكل متواصل. أمواج البحر كانت بشكل منخفض في منذ الصباح وحتى الرابعة عصرا اليوم. بعد الرابعة عصرا ارتفع مستوى أو سرعة الرياح على المنطقة، وتسبب ذلك في هيجان البحر وبالتالي صعود المياه وتخطيها لخط الساحل. الحياة تسير سير طبيعي هنا في النيابة، الكهرباء تعمل بشكل طبيعي. يعقوب لو تكرمت ترفع الميكروفون زيادة. يعقوب تسمعني؟ نعم أيوة الآن أفضل لو ترفع الميكروفون شوية زيادة، الهواء غالب شوية. نعم الخدمات متوفرة هنا أستاذ محمد وتعمل بشكل طبيعي وسلس ودون أي انقطاعات. الناس تستجيب للنداءات التحذيرية التي تطلقها الجهات المعنية والمختصة ببث كل نشرات التحذيرية الخاصة بالحالة، وتأخذ على محمل الجد من الجميع. مراكز الإيواء مهيئة في حال تطلب الأمر ذلك. بعض الأماكن كخور الحجر وهو عبارة عن مرسى طبيعي ترسو فيه سفن وقوارب الصيادين إن كانوا سكان المنطقة، وكذلك قرى مثل قرى الدفة والحورة وهي قرى مجاورة للنيابة. الجميع أو أعداد كبيرة منهم أتوا بقوارب صيدهم وجعلوها ترسو هناك مخافة أن تتأثر في حال رسوها في أماكن الساحل المعرض الآن لأمواج عاتية. فعلا يمكن سبقتني في التوضيح، عندما نحكي على خليج فالمياه ممكن تكون فيه هادئة، إنما هنا نحكي على لسان بحري، رأس ظاهر للبحر، فيكون الوضع حرج لمن لديه قوارب أو سفن. هل خور الحجر هو المكان الآمن والطبيعي لمثل هذه الحالة؟ ما محتاجين يطلعون هواريهم وقواربهم لخارج؟ لا أبدا، نحن زرنا المكان أستاذ محمد وكان عندنا ربط قبل فترة في الفترة المسائية، وكان ربطنا تحديدا من منطقة خور الحجر وهو عبارة عن خور محمي، كأن المنطقة هناك ما تشهد الحالة الجوية التي تعيشها أو يعيشها الساحل في منطقة رأس الحد من حيث هدوء الأمواج ورسوء أعداد كبيرة من القوارب وكذلك السفن الكبيرة التي تقف هناك انتظارا إن شاء الله لهدوء الأوضاع من ثم ممارسة السكان هنا لنشاطهم الطبيعي وهو صيد وركوب البحر. نعم طيب في هذه اللحظة يعقوب، في هذه اللحظة تحديدا ما هي حالة الطقس؟ احنا ملاحظين هواء، ومن خلال تواصلكم أيضا بالجهات المعنية بأحوال الطقس، هل متوقع أي أمطار قادمة في رأس الحد تحديدا؟ نعم التوقعات مستمرة والناس تتفاعل مع التحذيرات التي تطلق من الجهات الرسمية حول كميات الأمطار المتوقعة في الساعات القادمة وكذلك سرعة الرياح والأمواج. أستاذ محمد الخطر يمكن اللي الناس تتكلم عنه أو تترقب وتتابع بشكل حذر جدا هو خطورة أمواج البحر على السكان والساحل، لأن المناطق أو مناطق السكنة لهؤلاء السكان لا تبعد كثيرا عن خط الساحل، وفي الفترة المسائية اليوم الرابع عصرا وما بعدها أمواج البحر كانت عاتية تخطت الحاجز خط الساحل، ولو استمرت هذه الأمواج بالتصاعد وسرعة الرياح بالتصاعد أكثر ربما يتسبب ذلك في عبور هذه المياه وتخطيها وبالتالي وصولها لمنازل المواطنين هناك. حتى الآن ولله الحمد لا يبدو أن شيء وصل للمنازل. نعم حتى الآن لا يوجد شيء وصل للمنازل.
لكن هناك منازل على مقربة من ذلك قد تتعرض لا قدر الله أن تطورت الحالة. وقد عمل أو هي لها بحيث أنه جهزت أماكن إيواء فيما لو تعرضت منازلهم للضرر، هناك مركز إيواء موجود عبارة عن مدرسة مجهزة بكامل المرافق لاستيعاب الناس. هنا وأنا أحدثك الآن بدأت الرياح النشطة والتي تصحبها قطرات المطر والتي تبدأ بالتصاعد والتزايد شيئا فشيئا. طبعا رأس الحد أستاذ محمد متميزة بمزارها الطبيعي وهو مزارها الطبيعي السياحي وهو محمية السلاحف، وأطمأننا على وضع المحمية وكذلك المنطقة الإدارية الخاصة بالإشراف عليها وهي في مأمن إلى الآن دون تأرع تتعرض أو تتأثر بصعود الأمواج وقوتها حتى هذه اللحظة. طيب فيما لو لا قدر الله احتاج أحد إلى أي مركز إيواء، ما هو أقرب مركز إيواء في رأس الحد تحديدا؟ المدرسة وأي مدرسة؟ هناك مدرسة موجودة في النيابة هي تعتبر المركز الإيواء المخصص لاستيعاب أو لاستقبال الناس هؤلاء في حال لزم الأمر أن يلجأوا إلى هذه المدرسة وهي موجودة في وسط النيابة. ما الذي تم توفيره في مركز إيواء كهذا؟ مدرسة وفيها غرف. مركز الإيواء مجهز باللوازم كالفراش، هناك تعاقدات مع جهات ستتولى عملية التزويد بالطعام في حال لزم الأمر ذلك. هذه أبرز الأشياء التي سيحتاجها الشخص الذي سيلجأ إلى هذه المراكز أو هذا المركز في حال لزم الأمر ذلك أو تطلب. نعم تمام، شكرا لك يعقوب، يعطيك ألف صحة وعافية. أحسنت. إذن هذا الوضع أيضا في رأس الحد، تجاوز بعض الأمواج، وأتصور أنه هناك احتياطات متخذة لهذا الموضوع. هالمرة نروح إلى نرجع لمصيرة. جاهزين في مصيرة؟ نرجع لمصيرة. محمد جاهز؟ نعم أستاذ محمد، عودة مرة أخرى. حياك، كأن عندك ضيف. أنواع المناخية. عندك ضيف؟ نعم أستاذي. إذا نترك لكم المساحة. نعم معي. تفضل. ممكن بس صوت الأستاذ محمد بس ما سامعك شوي. صوتك واصلنا، فأترك لك المساحة على الأقل ما يكون في بيننا مشكلة صوت. جميل. شكرا أستاذ محمد، نحن متواصلين من هنا من جزيرة مصيرة. لتغطية الاستعدادات للعاصفة المدارية شوبا، ومعي حاليا الفاضل خميس بن حمود الوهيبي الفارسي، عفوا حميد، نتحدث أو خميس نتحدث عن استعدادات البلدية كونك مدير بلدية مصيرة. بكل تأكيد كل الجهات مستعدة لهذا الحدث ولهذه العاصفة المدارية شوبا. كيف استعدادات البلدية؟ أول شيء نرحب بكم الأخ محمد والمساء الأخوة المشاهدين. أما بالنسبة فيما يتعلق باستعدادات بلدية مصيرة، حقيقة قمنا بتشكيل عدة فرق، من ضمنها طبعا فريق لسحب مياه الأمطار وفريق لإزالة التربة من الطرق المسفلتة في مركز الولاية، وهناك فريق آخر لعملية مسح وتسوية الطرق الخارجية اللي هي ترابية اللي تربط الغرى بمركز الولاية، وهناك فريق آخر يستعد في حالة انتهاء الأنواع المناخية راح يقوم بعملية كبس وتسوية الساحات في حالة تطلب الأمر ذلك إن شاء الله. إلى الآن من الأمس إلى اليوم هل واجهت توقف الحركة المرورية كون البلدية هي المسؤولة عن الشوارع؟ هل واجهت توقف؟ هل جاتكم حالة إنه والله في بيت دخل ماء بسبب الأمطار وإلى آخره؟ والله لله الحمد لحد الآن كما ترى يعني الحمد لله الطرق كلها سالكة والحركة المرورية مستمرة لله الحمد. ما فيما يتعلق بموضوع تأثر بعض المنازل هناك حالات بسيطة جدا جدا والحمد لله تم التعامل معها الحمد لله رب العالمين. إلى الآن والأجواء مستمرة وممطرة، هل ممكن نشهد توقف شارع بسبب المياه؟
لحد الان الحمد لله لا، وبالتالي اعتقد ان شاء الله ما يصير شيء ان شاء الله، لان كل الطرق معموله انها ان شاء الله ما تكون في تاثير ان شاء الله باذن الله. طيب نتحدث عن الشريط الساحلي او الشارع الساحلي، لو يعني تداخلت الامواج الى البحر هل سيكفي سحب الماء؟ والله ان شاء الله ان ما يحصل شيء، لان بالنسبه للخروج المياه من العبارات حصل في صار فيه ولله الحمد لم تكن هناك اي تاثيرات، فما بالك الان يعني هناك صناديق كبيره لعبور مياه الامطار، وان شاء الله ما تكون شيء تاثيرات لله الحمد. الى الان لا اتصالات حول دخول المياه للمنازل، مش ماشي ولله الحمد ولله ما شاء. وهناك طبعا هناك في تواصل مع الاخوه بشرطه عمان السلطانيه الذين نوجه لهم كل التحيه، وهناك في تنسيق مستمر مع مكتب سعاده الوالي وقاعده مصيره، والذين نوجه لهم كل الشكر على دعمهم. وحقيقة لا أنسى أن تواصل المسؤولين بالوزارة والمديرية العامة للبلديات بالمحافظة، ونوجه لهم كل الشكر في دعمهم لنا. عملت اليوم اجتماع كذا موحد ولا بعد ما صار؟ لا، بالنسبة لل والي وبين الشرطة من أمس في اجتماع مشترك مع جميع الجهات الحكومية، وانتهى كل فريق يقوم بالعمل المناطق يعني. بالنسبة للبلدية طبعا مياه الأمطار والتعامل مع أي تأثيرات تحصل للطرق، وإن شاء الله ما تكون هناك شيء تأثيرات بأمر الله. كيف في الأعوام اللي قبل في الأنواع المناخية اللي قبل صار في موقف أو صار في دروس تعلمتها للأنواع المناخية القادمة؟ والله السنوات الماضية هناك كان تأثير للشريط الساحلي لعدم وجود منافذ كافية، ولكن لله الحمد من فترة كبيرة تم عمل صناديق لعبور المياه، ولله الحمد حاليا ما أعتقد هناك تكون شيء أي مشكلة إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنى ما تكون شيء مشاكل إن شاء الله. إذا أجواء رائعة بإذن الله هي سقيا خير بإذن الله. محمد كان عندك أمطار؟ شكرا. كأنه في أمطار، شايفين بلل يعني كثير خلاص. احنا عشنا الأجواء ودخلنا في الأجواء ما شعرنا بالمطر، وبالتأكيد نحن مستمتعين مع المشاهدين. نعم، في أي مستوى تقريبا المطر الآن؟ تقريبا نقول هي متوسطة إلى الآن، ممكن ما أقدر أحدد لك لأن أنا داخل كذا. أنت محتمي، ولكن هي تتداخل نوعا ما. تمام، شكرا لك يا محمد. على كل نحن مستمتعين نحن في هذه الأجواء مستمتعين أستاذ محمد. على خاطرك وبكل تأكيد تفاصيل أكثر معك في الاستديو. شكرا يا محمد، يعطيك ألف صحة وعافية. شكرا بإذن جزيلا. بإذن الله معنا مواطن بإذن الله في ربط آخر إن شاء الله. إذا هناك أمطار في مصيرة الآن، احنا محتاجين فعلا ان نرجع فيما بعد الى الهيئه العامه للطيران المدني، اتوقع انهم متابعينا. نحتاج منكم قبل ختام هذا اللقاء ان تعطونا اخر التحديثات ان شاء الله. عندنا شويه لقطات، خلنا نشوف يعني اخر ما تم تسجيله ونستمتع قليلا بالمطر.
لازلنا معكم في هذه التغطية المباشرة إن شاء الله حتى 10:00. نذهب الآن إلى محافظة الوسطى، ومعنا عبر الهاتف العقيد محمد بن سالم بن علي رعفيت، قائد شرطة محافظة الوسطى. العقيد محمد، تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا وسهلا. مساك الله بالخير أستاذ محمد. يا حي وسهلا. عقيد محمد، لو تكرمت تعطينا فكرة يعني موجزة بداية عن لجنة الدفاع الوطني في المحافظة، ما هي المهام التي تقوم بها في هذا الوضع؟ بالنسبة للجنة الدفاع المدني في الوسطى، هي مثل كل اللجان الفرعية الموجودة في المحافظات طبعا اجتمعت بالأمس عند صدور التعليمات من اللجنة الوطنية للدفاع المدني بكافة قطاعاتها، قطاع الخدمات الأساسية وقطاع الإغاثة والإيواء وقطاع الاستجابة الطبية وقطاع البحث والإنقاذ وجميع القطاعات حقيقة، وتم الوقوف على الاستعدادات التي تم ترتيب لها في خلال هذه الأنواع المناخية، ومن ثم تم تشكيل فرق في الميدان في الولايات الأربعة في محافظة الوسطى. تقوم هذه الفرق بالعمل في الميدان حسب طبعا لتخفيف الأضرار لو لا قدر الله حصل. عفوا، صوت الموسيقى عالي بالكاد أسمع. وحيد، الصوت كان ما واضح أستاذ محمد عندي أنا. لا، أنا عندي صوت الموسيقى عالي. تفضل عقيد محمد، تفضل واصل. طبعا هذا الفرق اللي انتشرت في الولايات واجتمعت في كل من محافظة كل في ولاية محوت بالأمس، وأتمت استعداداتها، واليوم الصبح اجتمعت في ولاية الدقم أيضا ووقفت على كل الاستعدادات بالإضافة إلى ولاية الجازر وولاية حيمة. كل هذه اللجان الموجودة في الميدان الآن تعمل طبعا كلا في مجال اختصاصه. وبالنسبة للأجواء طبعا بالنسبة للولايات محافظة الوسطى، إلى الآن لم يتم التأثر المباشر، فقط ولاية محوت من بعد الساعة 12:00 ظهر اليوم أمطار خفيفة جدا على بعض القرى من الولاية، ولم يكن أمطار طبعا لم تكن متوسطة، والرياح خفيفة جدا، الأوضاع طبيعية، ما في هناك ما يستدعي إلى الآن أي طبعا تدخل أو أي شيء. بالنسبة لبعض القرى الساحلية بالإضافة إلى ما قام به الإعلام مشكور من التوعية لهؤلاء لكل الناس، وجدنا الوعي موجود لديهم، ولكن أيضا مرت الدوريات على هذه المناطق الساحلية لي أيضا زيادة الوعي لأداء المواطنين ولأداء المقيمين في السلطنة، تجنب لي ركوب يعني لركوب البحر أو تجنب لي أيضا المخاطرة في مثل هذه الأوقات، وكل الأمور طبيعية الحمد لله في المحافظة إلى الآن. نعم، طبيعة المحافظة العقيد محمد، طبيعة محافظة الوسطى يعني أراها سهلة صعبة، يعني إن صحت رؤيتي الأرض مسطحة وواسعة جدا، طبوغرافية الأرض نحكي، تركيبة محافظة الوسطى ربما المكان المحرج في مثل هالحالات هو فقط البحر، بالنسبة للصحراء ونحكي على 4 ولايات مترامية الأطراف، يعني الاشتغال على حالة هي طارئة في كل أحوال بمنطقة كهذه. كيف تتابعون يعني لا تخلو من صعوبة وإن بدت أنها يعني كهذه الطاولة مسطحة جدا؟ صحيح، طبيعة المنطقة مثل ما تفضلت هي طبيعة صحراوية في مجملها، ولكن أيضا لا تخلو من أودية كبيرة، يعني الآن الطبيعة الصحراوية قد نختصرها في ولاية محوت، ولكن عندما نأتي إلى ولاية الدقم فيها كثير من الأودية الكبيرة، إضافة إلى ولاية الجازر، يمكن نستثني من الوديان هذه ولاية حيمة فقط اللي هي
منطقة أيضا صحراوية ولا توجد فيها أودية كبيرة. التعامل حقيقة مع هذا الوضع هو من خلال ما ذكرت سابقا، اللجان الموجودة في الميدان، المتابعة باللجان الموجودة في الميدان، لأنه لتباعد الولايات المحافظة قد لا تكون اللجنة الفرعية طبعا في يعني على قرب من هذه الولايات، وبالتالي اللجان الموجودة في الميدان هي رديف للجنة الفرعية، للجنة الفرعية الموجودة في مركز المحافظة، ولها مندوبين في كل هذه الولايات، وتقوم بطبعا التعامل مع كل ما يحصل في هذه الولايات بالتنسيق مع اللجنة الفرعية الموجودة في المحافظة. نعم تمام، هذه صورة واضحة. كل الشكر لك العقيد محمد بن سالم بن علي رعفيت، قائد شرطة محافظة الوسطى، يعطيكم ألف صحة وعافية، وإن شاء الله أمطار الخير أيضا قادمة في الطريق. شكرا جزيلا. إذا نذهب إلى اتصال آخر، وإلى سعادة الشيخ محمد بن عبد الله البوسعيدي والي جعلان بني بو علي. سعادة الشيخ محمد، السلام عليكم. السلام، مساك الله بالنور، حياك الله محمد. يا مرحبا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله طيبين، كيفك الحال؟ عاد انتم ما شاء الله في ولاية بحرية، ويعني من المناطق المرشحة جدا كانت، ويمكن لا زالت هي يعني من المناطق القريبة جدا المواجهة لعاصفة كهذه. تعطينا فكرة أيضا كيف يتم التعامل مع هذه الحالة في ولاية جعلان بني أبو علي، وهل شهدت أمطار هذا اليوم وإلى هذه اللحظة؟ على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لولاية جعلان كما تفضلت ولاية ساحلية، ويوجد عدد كبير من المناطق الساحلية على البحر، وبدت تأثير هذه الحالة المدارية توبة إلى الولاية في الساعة 12 ظهرا اليوم. كانت أمطار غزيرة على نيابة الأسخرة، ومن ثم امتدت هذه الأمطار إلى مركز الولاية، واستمرت حتى المساء هذه الأمطار بين الخفيفة والغزيرة والمتوسطة. نعم. وبالنسبة لحالة البحر، هناك هيجان وأمواج طبعا عاتية. إذن الولاية شهدت اليوم أمطار من الظهر. نعم، من الظهر، من الساعة 12 ظهرا. ثم انقطعت وعاودت المساء أيضا بغزارة. في المساء أيضا كانت هناك أمطار. أمطار غزيرة. نعم. الآن ما هو الوضع في جعلان بني أبو علي؟ والله الوضع طيب، وما تزال السماء ملبدة بالغيوم، والأمطار خفيفة ليست بالغزيرة، ولكن الوضع مطمئن وهادي، والجو الآن درجة حرارة في حدود 27 درجة مئوية. 27 درجة حرارة. نعم. والوضع هادي نسبيا، ولا يوجد ما يكدر المواطن. نعم. بالنسبة للكهرباء، قيل أن هناك انقطاع في بعض الأماكن، صحيح ولا؟ انقطعت في حدود ما يقارب ساعة، ولكن الإخوان في شركة نيزون كانوا أيضا من ضمن اللجنة المشكلة في جعلان بني أبو علي، وتواصلنا معهم وعادوا الكهرباء على فور. نعم شيخ محمد، فرق عمل للكهرباء وجهودهم واضحة في كهرباء نيزون. نعم. بالنسبة للأشخرة شيخ محمد، يعني هي في هذا الوقت لها هذا الوضع، يعني أنها تشهد نعم. مثلا أمواج مرتفعة مع دخول الخريف. نعم. يعني هل الحالة تختلط مع قدوم الخريف مثلا؟ هو الحالة اللي يسمى الخرف هناك، يعني في حالة الخريف موجودة هذه الحالة، ولكن أنا كنت أمس بالمساء هناك عندهم في الأشخرة حديث الساعة 10 بالمساء، حتى ارتفاع في درجة حرارة نتيجة الحالة المدارية والأمواج غير طبيعية، ليست مثل حالات الصيف. ولكن من الحسن الطالع أن أبناء نيابة الأشخرة كلهم كما تعرف في إعادة الحضور
حضور الصيف. نعم. تقريبا معظمهم موجودين في مركز الولايه. والموجودين حاليا في نيابه الاسفل هم اعداد بسيطه جدا. نعم. والامس شكلنا لجنه من كافه الخدمات البلديه والتنميه الاجتماعيه والصحه وشرطه عمان السلطانيه وشركه كهرباء ميزون، وتم عقد اجتماع بالامس واليوم ايضا لمتابعه الحاله المداريه، وكان الاخوان يعني في حاله استعداد تام. نعم. اذا في حاله لا قدر الله اي حدث. هذه كانت حالة البحر اليوم اللي شفناها شيخ محمد، انت متابع معنا التلفزيون. نعم نعم نعم. هذه كانت في الأشخرة اليوم. نعم نعم تمام. وبالنسبة للأودية طبعا نزل وادي فال ووادي البطحة، ولكن الحركة انسيابية ما متوقفة. جميل تمام. لكن الملفت للنظر لك محمد وما يدعو للراحة هو الوعي والحيطة والحذر من قبل المواطنين. نعم. وربما اكتسبوا هذه من حالات مدارية سابقة، وهذا ما يدعو للفخر وما يدعو هكذا هو الهدف، أن يكون هناك وعي من قبل المواطنين وعندهم إدراك مدى خطورة هذه الحالة وخطور نزول الأودية وتجنب هذه الأودية. تمام. شكرا جزيلا سعادة الشيخ محمد بن عبد الله البوسعيدي والي جعلان بن ابو علي على هذا التوضيح، يعطيكم الف صحه وعافيه. شكرا جزيلا. العفو. احسنت احسنت. وطبعا في جعلان بن ابو علي يعني الفتره القادمه مهرب جميل من حراره الصيف هناك في الاشخره، حيث تكون درجه الحراره غير تماما، ويعني مع قدوم الخريف في محافظة ظفار أيضا تتأثر بعض المناطق ومنها الأشخرة، وإذا معلوماتي صح في الأشخرة تسمى الخرف نفس فترة الخريف، وتكون حالة البحر هائجة، وطبعا درجات الحرارة تنزل إلى مستويات كثير لطيفة، يعني تحتاج أحيانا وانت في عز الصيف أنك تتغطى إذا كنت على البحر، وإحنا نحكي في الصيف، نحكي في شهر 8 أو شهر 7، أحد المصايف المهمة الأشخرة في جعلان بن أبو علي. هذه الأوضاع بشكل عام. وين نروح الآن؟ نذهب إلى التقرير التالي. طبعا تقريرنا التالي بعنوان سقيا خير، وهذه هي أمنيتنا، هذا هو دعاؤنا بأن تكون هذه الأمطار سقيا خير إن شاء الله يا رب. وسط أجواء غائمة وسحب تتوسد السماء، ومنذ ساعات الصباح الباكر امتزجت قطرات النداب الأمطار التي هطلت على عدد من الولايات في محافظة جنوب الشرقية والوسطى متفاوتة الغزارة، جاءت لتنثر الخير والبركة على خاصرة عمان وفي المناطق الساحلية، ليستبشر بها كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. وعلى الرغم من حالات الترقب لاقتراب العاصفة المدارية آشوبا من سواحل السلطنة، إلا أن ذلك لم يمنع المواطنين والمقيمين من الاستبشار بهطول الأمطار ومزاولة أعمالهم اليومية وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وذلك نتيجة
لاعتياد المواطن والمقيم على مثل هذه الحالات المناخية التي تمر بالسلطنة في كل عام، واكتساب خبرة في التعامل مع إدارة الأزمات لدرء أخطار الأنواء المناخية، وليضربوا مثلا يحتذى به في التعاضد ومواجهة المواقف الصعبة. ومع هذه الأجواء أصبحت حالة البحر في تذبذب ما بين الهائج والهادئ، وتصاعدت أمواجه المتلاطمة لتجعل مرتادي حذرين، وليمتثل الجميع للتوجيهات والتحذيرات الصادرة من مختلف الجهات الحكومية. أمطار خير وبركة اغتسلت بها البلاد وتبارك بها العباد، جعلها الله طيفاً بارداً يربت على قلوبنا في مختلف محافظات السلطنة. نذهب إلى قطاع آخر ومشاركة أخرى في مثل هذا الحدث. نذهب إلى الأستاذ أحمد بن سعيد المقبالي، مدير عام التنمية الاجتماعية جنوب وشمال الشرقية، ليعطينا فكرة أيضا عن موضوع الإغاثة والإيواء في مثل هذه الحالات. أستاذ أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام أخ محمد، كيف الحال؟ الحمد لله بنعمة، كيف حالك؟ الله يسلمك يعطيك الخير، حياكم الله. يا سهلا. كيف تعاملتم وتتعاملون في الساعات القادمة مع هذا الموضوع؟ ماذا أعددتم له بالضبط؟ والله في الحقيقة أخ محمد، طبعا تم تشكيل طبعا في ديوان عام الوزارة غرفة للعمليات، انبثقت من غرفة العمليات هذه عدة غرف عمليات في المحافظات بالسلطنة. أحد هذه الغرف طبعا في محافظة شمال وجنوب الشرقية. دور هذه الغرفة إدارة طبعا الإغاثة والإيواء في المحافظة. في الحقيقة تم تشكيل فريق عمل من موظفي المديرية العامة للتنمية الاجتماعية جنوب وشمال الشرقية والدوائر التابعة لها لأغاثة الناس المتضررين من الأجواء. نعم. ماذا تقدمون؟ يعني ما هي أشكال الإغاثة فيما لو احتاج لها أي شخص؟ طبعا تم التنسيق عند المديريات العامة للتربية والتعليم بشمال وجنوب الشرقية على توفير أماكن للإيواء في المدارس التعليمية، وتم التنسيق معهم يعني أثناء حدوث سبحان الله يعني
حدث من الأحداث الإيواء طبعا إغاثة الناس في هذه الأماكن، وطبعا تم في الحقيقة تم توفير المستلزمات اللازمة في هذه المراكز. نعم. وأيضا هي جاهزة الآن لاستقطاب المواطنين وغيرهم إذا استدعت الحاجة، فستكون طبعا متواجدة بجميع المستلزمات الضرورية للإقامة مثل المرافق والأغطية والمياه وغيرها. يعني هل استقبلتم أي بلاغات حتى الآن؟ هل لجأ لكم أحد يحتاج إلى المساعدة حتى الآن؟ لا أبدا، في الحقيقة إلى الآن الأمور طيبة، وطبعا ما دعت الحاجة إلى هذه الأماكن الإيواء. نعم، وإن شاء الله ما تصير فيها حاجة يعني. تمام. إن شاء الله ما تكون حاجة لها يعني، إن شاء الله الأمور يعني تمر بسلام كاملة. إن شاء الله. إن شاء الله. نتمنى أن تكون الأمطار خير وبركة على أعمال الحبيب. آمين يا رب، آمين. بس يظل الإنسان فعلا مطمئن أن هناك جهات تشتغل وهناك جهود تبذل. شكرا لك أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أخي العزيز، حياك الله. طول عمرك جزيلا. عشت. هذا كان الأستاذ أحمد بن سعيد المقبالي، مدير عام التنمية الاجتماعية في جنوب وشمال الشرقية، أعطانا التوضيح بالنسبة للإيواء والإغاثة. رغم أننا لاحظنا هطول أمطار وأودية في بعض الأماكن، إلا أنه الجميل جدا حتى الآن نحن هنا لم يصلنا أي بلاغ، أي شكل من أشكال الحوادث، ونتمنى تمر هالليلة والليلة القادمة يمروا بهذا الهدوء، وأيضا يمروا بهذا الخير، بهذه السقية من الله سبحانه وتعالى، هذه الرحمة التي تنزل على أرض عمان، ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك. أكيد تتغير حالة الأرض، تتغير المناخ، تتغير حالة الطقس، خاصة أن بيننا وبين رمضان أيام فقط، نحكي على أسبوع تقريبا من الآن، وإن شاء الله يعني هذه فعلا الأمطار تساعد كثيرا على الصيف الحار الذي نعيشه والأيام القادمة. هذا وضعنا، هذا صيفنا، لكن دائما نلاحظ أنه مع الصيف سواء في هذه الحالة أو في السنوات السابقة تتميز عمان أن تنزل فيها أمطار صيف، تمر فيها سحابة يعني على الأقل، خاصة بعض المناطق وبعض الولايات الفترة اللي بعد الظهر نلاحظ هالمنظر، منظر طبيعي بشكل شبه يومي، هناك سحب، هناك بعض الأمطار، هذا ناهيك عن يعني موسم الخريف في محافظة الظفار. هذا المنظر اللي نشوفه الآن من ولاية قريات من أمطار الآن، وهذا الآن هذا ليل يعني مبين، وإن شاء الله أمطار خير وبركة على قريات وغير قريات. في هالحالات البعض القليل القليل نتمناه يعني نتمنى أن فعلا المسألة ليست إلى حد الظاهرة اللي هو موضوع استغلال بعض الحالات وبعض المواقف مثل هذه في رفع الأسعار أو في الغش التجاري أو غيره، وملاحظين أن هناك نشاط يعني رائع جدا لحماية المستهلك في السلطنة تبذل من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك. أيضا حتى نغطي الموضوع من معظم جوانبه قدر الإمكان، الاتصال التالي مع الأستاذ عمر بن فيصل الجهضمي، ويحكي لنا عن موضوع. الأستاذ عمر هو نائب رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، ويحكي لنا عن موضوع مراقبة الأسواق. أستاذ عمر مساء الخير.
شاء الله بالنور والسرور استاذ محمد، اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين ان شاء الله. يا مرحبا وسهلا. يعني انتم دوركم ما شاء الله شغال على مدار الساعه وعلى مدار العام، لكن في حالات كهذه هل تتوقعوا حالات ايضا استثنائيه في التعامل؟ يعني اقلها مثل ما سمعنا هناك من اشتكوا، رغم ان هي القصه ليست هذه القصه، قصه المياه قبل فتره، اشتكوا من ارتفاع اسعار الصهاريج المياه في بعض الاماكن. في حاله الامطار هل وارد ان يستغل بعض التجار او بعض من يقدمون اي خدمه مثل هذه الاوضاع ويرفعون الاسعار، خاصه الاشياء الاساسيه مثل المي وغيرها؟ يعني اكيد في ناس ذهبت الى الاسواق واخذت كميه ماء غير المعتاده كل يوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا في تقطع في الصوت. طبعا بدايه كان هناك تهافت على الاسواق من قبل 3 أيام تقريبا من قبل المستهلكين للحصول على السلع الأساسية التي قد يحتاجونها في حال كان هناك أعصار أو حالة استثنائية. والحمد لله طبعا كان هناك متابعة لدى التجار الجملة والمزودين بتوفير السلع الأساسية وخاصة مياه الشرب والشموع وبعض المعلبات، والحمد لله هذه السلع كلها متوفرة. لم نرصد من 4 أيام طبعا عندنا متابعة مستمرة على خط المستهلك والجولات الميدانية لمفتشينا أي بلاغات عن أي استغلال تم لاستغلال لهذه الظروف الاستثنائية. هناك متابعة وهناك أيضا وعي لدى المزودين أن لا يكون هناك أي استغلال إن شاء الله لهذه الظروف التي تمر بها أجواء السلطنة حاليا. نعم. طيب أستاذ عمر، هل رصدت تغير حقيقي في نسبة الشراء؟ يعني هل تهافت كثيرا الناس للشراء قبيل هذه الحالة، أم أصبحت هناك شيء من القناعات بأنه ما في داعي لهذا التهافت ونأخذ بقدر حاجتنا ونترك الفرصة أيضا للآخرين؟ يمكن كانت الثقافة القديمة لو شوية بس في خبر مثل هذا فنشتري ما نحتاج وما لا نحتاج. صحيح. هل تغيرت درجة الوعي في هذه المسألة والتعاطي معها؟ وحسب الرصد إلى مساء أمس كانت الحالة تقريبا في انخفاض في التهافت، لكن هناك السلع لا يستغني المستهلك والمواطن والمقيم في الاستحواذ عليها خلال هذه الفترة. التهافت يكون أكثر شيء على مياه الشرب والشموع، وكان بالنسبة للمحلات الصغيرة كان هناك نفاذ، لكن بالنسبة للمراكز الكبرى السلع كانت متوفرة لله الحمد. نعم. طيب أنتوا كهيئة يعني لأي درجة ترون أنه يعني ما هي نصيحتكم للناس في مثل هذه الحالات، خاصة الوضع اللي في عمان أنه في كل مكان في محلات وفي مراكز تجارية؟ صحيح. هو فعلا هو الوعي، لابد أن هناك في رسالة توعوية تكون للمستهلكين على طول السنة أن لا يكون هناك أي إسراف أو تبذير في للمناسبات المختلفة، سواء كانت لقرب حلول شهر رمضان المبارك أو لظروف مثل هذه. الجهات المعنية، نحن كجهات مسؤولة في إدارة عمليات الإغاثة والإيواء والأجهزة المعنية بتتبع الأسواق تسعى دائما نحو توفير السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق، بالتالي يجب أن لا يكون هناك تخوف لدى العامة أن لا تكون هناك إمدادات. احنا عندنا تواصل مع المزودين حتى في مخازنهم، عندنا رصد لمواقع تلك المخازن وأماكن تواجدها عن طريق إدارة عمليات الإغاثة والإيواء. في حالة وجود أي نقص لأي سلعة، المصادر التي يتواجد بها هذه السلع
نستطيع الوصول إليها وتوفير تلك يتم تغذية السوق بها. نعم نعم نعم. تمام. وأيضا عدم وجود استغلال. نحن نناشد من منطلق المسؤولية الاجتماعية للجميع أن يتكاتفوا في هذه المرحلة إذا كانت هناك أي ظروف إن شاء لا يكون هناك استغلال. إن شاء الله. يبقى أن أتوجه لك بجزيل الشكر أستاذ عمر بن فيصل الجهضمي نائب رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك. شكرا جزيلا. أحسنت. شكرا لك. صرنا في آخر الوقت فعلا. إلى أين نذهب؟ انتهى الوقت. انتهى الوقت. يشار لي بانتهاء الوقت. يعني أنا لازال عندي قائمة من الفقرات اللي كانت مقترحة لتقديمها في هذه التغطية. بس وصلنا إلى نهاية الوقت بالفعل. أكيد هناك مزيد من المعلومات ستكون في نشرة العاشرة. أتمنى أن نكون قدمنا ولو جزء يسير من الصورة التي يفترض أن ننقلها لكم عن هذه الحالة المدارية، العاصفة المدارية أشوبة. ومثل ما تابعنا أنه مرشحة هذه الحالة لأن تصبح حالة منخفض مداري عميق، والفارق ليس كبيرا بين الحالتين. يعني حسب آخر قراءة كان فقط عقدتين بحريتين هو الفارق في سرعة الرياح اللي يصبح يعني منخفض أو عاصفة مدارية. عموما هذه كانت محاولة لتوصيل الصورة، وأي جديد سيصلكم إن شاء الله. والمتوقع مثل ما تابعنا أيضا المزيد من الأمطار إن شاء الله، وأمطار خير وبرد وسلام على عمان وأهلها إن شاء الله. نعتذر عن أي تقصير في هذه التغطية. تحية لكم من طاقم البرنامج، والتحية لكل من يعملون في هذه اللحظة مثل ما لاحظنا في كل مكان من لجان ولجان فرعية. التحية لهم، يعطيهم ألف صحة وعافية. شكرا لكم. تحياتي وتحيات المخرج محمود الريامي. إلى اللقاء.